قصة الأصمعي والأعرابي، إنها قصة عجيبة لعالم من علماء لغة العرب. إنه الأصمعي كان سيد علماء اللغة، وكان يجلس في مجلس هارون الرشيد مع باقي العلماء. فكان إذا اختلف العلماء التفت إليه هارون أمير المؤمنين قائلا: قل يا أصمعي، فيكون قوله الفصل. ولذلك وصل الأصمعي من مرتبة اللغة إلى الشيء العظيم، وكان يدرس الناس لغة العرب. في يوم ما بينما هو يدرسهم كان يستشهد بالأشعار والأحاديث والآيات، فمن ضمن استشهاداته قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله غفور رحيم. فواحد من الجلوس كان أعرابيا، قال: يا أصمعي، كلام من هذا؟ فقال: كلام الله. قال الأعرابي: حاشا لله أن يكون هذا كلامه. فتعجب الأصمعي وتعجب الناس، قال: يا رجل، انظر ما تقول، هذا كلام الله. قال الأعرابي: حاشا لله أن يكون هذا كلامه، لا يمكن أن يقول الله تعالى هذا الكلام. قال له: يا رجل، هل تحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: أقول لك، هذه آية في المائدة. قال: يستحيل، لا يمكن أن يكون هذا كلام الله. كاد الناس أن يضربوه، كيف يكفر بآيات الله تبارك وتعالى؟ قال الأصمعي: اصبروا، هاتوا المصحف وأقيموا عليه الحجة. فجاءوا بالمصحف ففتحوا وقال: اقرأوا. فقرأوها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. إذا بالأصمعي فعلا أخطأ في نهاية الآية، فآخرها عزيز حكيم، ولم يكن آخرها غفور رحيم. فتعجب الأصمعي وتعجب الناس، قالوا: يا رجل، كيف عرفت وأنت لا تحفظ الآية؟ قال للأصمعي: تقول اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، هذا موقف عزة وحكمة وليس بموقف مغفرة ورحمة، فكيف تقول غفور رحيم؟ قال الأصمعي: والله إنا لا نعرف لغة العرب.